كلنا نعرف أن العراق تحكمه مراكز قوى، هذه المراكز القوى تسيطر على الاقتصاد، تسيطر على السلاح وغيره. كلام سيد باسم كلام حقيقي، مخاوف هذه موجودة. السلاح المنفلت هو ليس سلاح يضع القاتل في رأس الناخب، إنما يضعه في رأس الذي لديه طموح سياسي، وهذا شاهدناه سنتين. فكلامه مخاوفه ما ممكن أنه أنا أعترض عليه، لأن هاي أيضا مخاوفي ومخاوف الكثير من الناشطين ومخاوف كثير من الناس. لذلك أنا أتكلم أنه المرحلة المقبلة لا تحتمل حتى برامج انتخابية. أنا قلت قبل قليل على أحد القنوات أن البرامج الانتخابية لا يستمع لها الشعب نهائيا، هناك محددات. وحكاها أستاذ باسم أربع محددات، اللي هي الفساد، السلاح المنفلت، فشل الدولة، سيطرة الميليشيات، والتدخل الخارجي. هذه الحكومة بدون برامج، ليه يجي يسولف البرامج ويسطر لي 20 أو 40 ورقة؟ أنت ذني خمسة قادر عليهم، قادر ما قادر عليهم خلاص، أنه الأربع سنوات المقبلة هي مطابقة لل 15 سنة السابقة. كلنا يعرف أنه رئاسة الوزراء في الدستور هي دكتاتورية، يعني المسؤول التنفيذي الأول في العراق. ما يحدث وما تتكلم به أنه هنا جزء أسلوب التجزئة مو صحيح، أسلوب التجزئة مو صحيح. ست وزارات للتيار، هاي أربع وزارات، لا، رئيس الوزراء يتحمل مسؤولية كاملة. رئيس الوزراء يقدر يعلن حرب، رئيس الوزراء يقدر يعتقل، شفناه هاشمي ورافع العساوي وهدم خيام تظاهرات الغربية وقاتل داعش، كلها قرارات رئيس الوزراء. زين هذا رئيس الوزراء ما يقدر يحاسب وزير؟ يحاسب شخص بقيمة طارق الهاشمي وبقيمة رافع العساوي، لكن ما يقدر يحاسب وزير؟ هذا كلام ضحك على الذقون. احنا نقول انه رئاسة الوزراء القادمة لديه خمس اهداف، اللي يطالب بيه استاذ باسم القاعد قبال انا ابد ما اقدر اعترض عليه ولا اقول له ليش، لان كلامه حقيقي بالفعل. هذه المطالب هي التي يجب ان تطبق حتى يشعر استاذ باسم والسياسيين الاخرين والمعارضين والناشطين انهم في مأمن داخل العراق. 250 شخص في اربيل هارب من السلاح المنفلت، هاي كارثة، هاي رجعنا الى نظام صدام.